بيوم 29/10 تقيم الجمعية الأردنية للماراثونات ماراثون عمان الدولي 2021 بعنوان أركض في قلب عمان وحافظ على صحتك بعد غياب طويل بسبب جائحة كورونا. لنحكي أكثر عن هذا السباق معنا لينا الكرد المدير العام للجمعية. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. مساء النور، أهلا. اشتقنا لك يعني والله، وأنا كمان شعور مختلف أنه نرجع ونيجي على الاستوديو وكذا. ثانك يو كثير لدعمكم. بالعكس، أهلا فيك. قبل ما نبلش حديثنا بدنا نشوف هذا الفيديو التعريفي عن السباق. ماراثون عمان بنسخته 12، حيث يأتيكم ماراثون عمان في 29/10/2021 لسباقات 42 كيلومتر فردي، 21 كيلومتر، 10 كيلومتر، وسباق الأطفال في 22/10/2021 في حدائق الملك الحسين، بالإضافة 10 كيلومتر الافتراضي عبر تطبيق أركض للأردن الافتراضي. سجلوا الآن من خلال الاتصال على الرقم 079-68-3477 أو بزيارة ران جوردن في عمان بمنطقة الشميساني. هذا الحدث بتنظيم من ران جوردن وأمانة عمان الكبرى. يعني لينا مدة كتير طويلة على تنظيم الماراثونات، والكل بعرف ليش، اللي هو جائحة كورونا. إذا بدنا نقارن الماراثون قبل جائحة كورونا وحالياً، هل طبقتوا أي نوع من أنواع طبعاً التغييرات؟ طبعاً. وإذا بنحكي شو هي الاختلافات اللي صارت؟ تسلمي. أول إشي إحنا ما انقطعنا، يعني بال2020 عملنا إذا لاحظتي ماراثونات افتراضية، وعملنا أبليكيشن بنافس العالم يعني، وكان في كذا سباق افتراضي، حتى ماراثون عمان عملناه افتراضي. هلأ إحنا بعد ما أخذنا موافقة لجنة الأوبئة والصحة والاتحاد، كل الجهات الأزمات على إقامة ماراثون عمان، غيرنا كل طريقة اللي هي الانطلاق، وما رح يكون في انطلاقة على الجان شوت، رح يصير الشخص رح يكون مسجل، رح ينطلق على طول من أول ما يوصل، ما في داعي نعمل تجمع على خط البداية، وإذا صار تجمع ما رح يكون أكثر من 20 شخص، ورح يكون في تباعد اجتماعي بيناتهم. عملنا فترة ساعة يعني لل 42 وال 21 رح ينطلقوا من 6 ل 7، أي وقت بيجي فيه بنطلق من 6 ل 7. كثير طبعا العدائين عم بيسألوني طب كيف، ما احنا بدنا نتنافس وكذا، فرح نستنى ليخلصوا كل العدائين عشان نطلع النتائج، لأنه اللي بدأ على 7 مش نفس اللي بدأ على 6، بس رح ناخذ النت تايم. أنت بتعرفي احنا عندنا نظام توقيت، هذا النظام هو اللي بيقيس زمن المتسابق من ساعة ما يبدأ لحد ما ينتهي، وطبعا في تشيك بوينتس على الطريق. جميل. بالنسبة لل 10 كيلو رح يكون الانطلاقة تبعته من 8 ل 9.5، لأنه هذا بلكو بتعرفي الأعداد كثير كبيرة فيه. الفكرة أنه كمان اختصرنا العدد خصوصاً بالعشرة كيلو للنص تقريباً عشان نحافظ على التباعد الاجتماعي. رح يجي العداء طبعاً لازم يكون ماخذ اللقاح، إذا مش ماخذ اللقاح هاي طبعاً من إجراءات السلامة. طبعاً. طبعاً إحنا بنعرف أنه الماراثون دائماً فيه إجراءات سلامة أكيد. بيتم اتباعها، ولكن هلأ زادت إجراءات 100% السلامة. فأحكي لنا شو هي شروط المتسابقين فيما يتعلق بإجراءات السلامة. هلأ إذا ما كان ماخذ المطعوم لازم يكون ماخذ أتليست الجرعة الأولى وصار له 21 يوم ماكسيمم. إذا لا بده يجيب فحص PCR قبل 48 ساعة، عم نحكي على سباق الكبار طبعا. ليش؟ لأنه كمان هذا بدنا نحافظ على سلامة العدائين التانيين، وفي عدائين رح يجوا من برا أكيد. كمان فرضنا عليهم حجر يكونوا أسبوع، بدهم يوصلوا قبل أسبوع، مش ما بزبط يوصلوا قبل بيوم، إلا إذا كانوا ماخدين اللقاح فحص PCR تبعهم 100%. طبعا البداية لازم يكون لابس كمامة، هلأ بالطريق شلحة ما في مشكلة لأنه مش رح يركضوا هم جنب بعض. على خط النهاية إحنا رح نقوم بتوزيع الكمامات على خط النهاية، ما رح يكون في كل حدا بوصل يعني 100%، ما رح يكون في gathering، ما رح يكون في تجمع. على خط النهاية إحنا بالعادة بنعطي مي وتفاحة وكذا، إحنا رح نحطهم كلهم بالشنطة والميدالية نحطهم بالشنطة ونعطيها للمتسابق عشان على طول يضل إيش مروح. ما رح يكون في تتويج بنفس اليوم للأسف يعني للأسف. ولا احتفال. بعدين نعلن عن نتائج الفائزين ونصير نتوج كل فئة لحال بالمكتب. إحنا عنا جنينة برا ممكن ندعيهم لاختصار العدد. بالضبط، نجيب كل 6 ذكور يعني 3 ذكور و3 إناث، كل فئة منتوجها لحال. جميل. هذا بالنسبة للكبار. بالنسبة للصغار طبعا لأنه الأعمار صغيرة من 6 ل 14 سنة، تحت 12 ما بيكونوا ماخذين لقاح،
ما في مشكلة، بس رح يكون كمان الانطلاقة، ما في انطلاقة، رح يكون برضو اللي بوصل رح ينطلق بين الساعة 8 للتسعة ونص صباحا. طبعا هذا قبل بأسبوع، ب22/10 رح يكون بالحدائق. بس بالنسبة لسباق الأطفال هلأ أكيد في أطفال رح يجوا مع أهليهم، أكيد في شروط تطبق على المرافقين، الأهل يطبق عليهم نفس الإشي، إنه لازم يكون ماخذ اللقاح أو أتليست عامل فحص. جميل. بالزبط. طيب الرسوم المعتمدة للدفع لهذا السباق هل اختلفت عن السابق؟ لا نفس الإشي، 10 دنانير للأطفال و15 دينار للكبار. حلو. طيب أربع سباقات للماراثون. نعم. حكيتي لنا أنت عن تفاصيل حتى خمسة، لأنه خمسة. خلينا السباق الافتراضي للناس اللي ما بتحب تيجي. جميل. بتقدر تركض بنفس اليوم من الساعة 6 للساعة 8 بالليل. بأي مكان هي بدها إياه، لأن في ناس ممكن تقولك ما بحب أنزل لسه مش مطمنة أو كذا، إحنا منطمنهم، بس بنفس الوقت لهدول الناس عملنا سباق افتراضي ورح يكون عليه برضو مراكز أولى. حلو. طيب خلينا نحكي عن مسار السباق، من وين بده يبلش وين بده ينتهي؟ حلو. كله بإمتى ما كانت ساعته إحنا بنفس المسار رح أكيد ننتهي. إحنا ما غيرنا المسار، هو لساته في البلد والداون تاون، طبعا أهم منطقة إحنا بنفتخر فيها مدينة عمان، وانطلق بمناسبة مئوية عمان، فإحنا لازم نكون في منطقة البلد. رح يكون من 42 وال 21 يوم 29/10 من الساعة 6 ل 7 الانطلاق من عند إشارات الساحة الهاشمية. نعم. رح يركضوا حوالين المدرج الروماني والساحة الهاشمية. رح يعيدوا المسار أربع لفات لسباق 42، ولسباق ال 21 رح يعيدوه مرتين. نقطة النهاية هي نفسها، هي نفس نقطة البداية اللي هي إشارات الساحة الهاشمية. سباق العشرة كيلومتر الفان ران، هذا اللي كل بحبه يعني، رح يكون من عند المدينة الرياضية باتجاه الوادي صقرة، وادي عبدون، تحت الجسر عبدون هذا الحلو، ويكملوا للبلد برضه. رح يكون خط النهاية بالساحة الهاشمية زي ما عودناكم، بس زي ما حكينا ما رح يكون في احتفال بالمدرج الروماني. أكيد. رح المتسابقين يوصلوا عطولوا يضلوا يعني في رح يكون مواصلات نرجعهم عند المدينة الرياضية، اللي بده يروح لحاله بقدر يروح. طيب لحاله. آلية التسجيل رح تكون هلأ بس أونلاين والدفع؟ نعم. ولا إنه الناس في مكان تروح هلأ في ناس زي المجموعات والشركات عم تيجي والله عنا على المكتب، بس ما يعني عم بيكون في زي ما حكيت لك إحنا حاطين برا بالجنينة، رح يكون التسجيل آخر أسبوعين عشان ما يكون في عجقة بالمكتب، ورح يكون في مسافة كبيرة، فاللي ما بيقدر يجي يسجل يعني أونلاين ما بيقدر يسجل أونلاين. الحلو هم بخافوا يسجلوا أونلاين إنه لازم تدفع أونلاين، لا بتقدر تحط كاش وتيجي على المكتب تدفع، أو تحطهم بحسابنا وبعدين تستلم الأغراض. بس إذا لا إنه آخر أسبوعين رح يكون التسجيل كله بالمكتب بس تحت بالجنينة يعني رح يكون. قدي لينا بتتوقع يكون العدد اللي رح يسجل؟ إحنا ما رح نقبل أكتر من 5000، إحنا بالعادة بشترك 10000 أو 15000، إحنا أكتر إشي 5000. خلص على 5000 رح نوقف بالضبط. طيب سؤال تاني على الافتراضي خلال جائحة كورونا، قدي في ناس شاركت بالسباق؟ والله بتستغربي، أول مرة عملناه يعني اشترك 20 واحد، بعدين صار 30، آخر سباق اللي هو كان آيلا ريد سي هاف ماراثون، طبعا هذا كمان رح نعمله ب 3/12، اشترك فيه حوالي 250 عداء، فكانت بصراحة حلو. يعني وبعدها صرنا نعمل سباقات لأهداف خيرية، دعمنا فلسطين وقت يعني الأحداث اللي صارت فلسطين والشيخ جراح، عملنا كذا سباق لدعم بيروت ومرفق بيروت، شارك فيه بحدود 100-150 مشترك. جميل. يعني دائما أنتوا الماراثون دائما بيكون فيه له هدف، ودائما فيه له شعار، ودائما توصلوا خيرية للناس. بس هالمرة صحية بحتة، هالمرة صحية بحتة بحكم أضبط. بس طبعا الجانب الخيري اللي هو للمعاقين والمكفوفين رح يكون لهم سباق أنا بس يمكن أطلقهم بعد ما ينطلقوا الناس، أو نطلقهم قبل بربع ساعة، عم بستشيرهم الحقيقة أشوف بفضلوا يجوا بدري ولا بحبوا يجوا بعد السبعة، منحب نخيرهم يعني هالمرة في مجال لهاي الشغلة. جميل. يعني جهودكم دائما مشكورة، ويعطيكم ألف عافية على كل الشغل اللي بتشتغلوه، ومنتمنى لكم كل التوفيق بهذا الماراثون، نستنى نشوف كيف النتائج بدها إن شاء الله. شكرا لكم، أكيد رح تكونوا معنا أنتوا على الأرض ورح تشوفوا كل هاي التفاصيل، وبندعي من خلال شاشتكم إنه الناس تشترك، ما تخافوا، إحنا متبعين معايير السلامة العامة يعني بطريقة مش طبيعية، وإحنا يعني خايفين عليكم أكثر منكم. أكيد. بدي أشكرك لينا. تسلمي. وإن شاء الله إلنا حديث آخر على ماراثونات أخرى. أكيد. شكرا لكم ولدعم تلفزيون رؤيا، دائما شريك معنا في كل ماراثونات المنظمها. أهلا. تسلمي.